بغيت ندير معكم الملون. انا درت هنا الزيت، درت شويه السمن، هكذا مغرف صغيره سمن ولا ديري مارغرين، درت لها هنا الثوم، هاي نخلي في الحل هنا جوج مغارف تاع الماء، ندير مغرف هكذايا تاع فلفل عكرين، ديروا لها شويه قرفه، فلفل كحل، كمون، زيت مغرف تاع هكذا، نحلحلهم في الماء، نزيدهم بس باه ما تحرقش التوابل والثوم، هلا هكدا يتقل شوية، أنا نحب نزيد زرودية، أنا نوريلكم طريقتي، هكدا نخليهم يتقلاو شوية، ما درناش الملح، قلنا درنا الزيت شويه السمن اللحم، زدنا له زدنا التوابل القرفه شويه قرفه على راس المغرف، فلفل عكري، فلفل كحل، كمون، زدنا لهم شويه ماء والملح، خليناهم دركا يتقلاو هكدا شويه، طيب المفروم واش نديرو له، نديرو له ملح، نديرو له فلفل عكري، نزيدو شويه على راس المغرف قرفه، نزيدو له شويه فلفل كحل، نزيد له كمون، نص مغرف قاعد نص مغرف تاع الكمون، نزيدو نربيو واحد هكذا ربع حبيبات تاع الثوم، حبة بيض ضربها، نخلط نديرهم دي بولات، درك نخلط نخليهم على جنب، نديرهم كويرات، هيدا كويرات، من بعد نولي لكم ان شاء الله اللحم والزروديه، نزيد لهم الماء، نزيدو الماء ونزيدو نديرو الحمص، ديروا الحمص، قلت لكم الحمص ديروا كميه اللي على حسب افراد العائله، ما نقدرش نقول لكم شحال، انا
نخلي هكذايا الحمص واللحم يطيب. كي يطيب اللحم نولي لكم نكملو اللحم، نديرو لي بولات تاعنا تاع لي بولات تاع لا فيون داشي، نزيدو نخليهم يطيبو. اذا شتي خاص مخصوص المزيد ولا شي ما دركا كي طيب ان شاء الله نولي لكم في صحن التقديم. والمثوم تاعنا صار واجد جا ما شاء الله. واللي عجبتها الوصفه تشارك في القناه، والسلام عليكم.